أهلا وسهلا أعزائي طلاب التعليم المدمج في مادة الإدارة الاستراتيجية كود 2306. النهاردة نبدأ مع بعض إن شاء الله في دراسة الفصل الخامس من مادة الإدارة الاستراتيجية اللي هو بيتكلم على التنفيذ الاستراتيجي. زي ما احنا شايفين عنوان الفصل الخامس تنفيذ الاستراتيجي. طبعا احنا كنا انتهينا من الفصل الرابع، كنا انتهينا في نتكلم على ازاي نحط الرسالة والرؤية والأهداف المرتبطة بالإدارة الاستراتيجية. بعد ما ببتدي احط الرؤية والرسالة والأهداف بتاعتي، ببتدي بقى أختار إيه هي البدائل الاستراتيجية أو إيه هي الخطط الاستراتيجية اللي هتساعدني على تنفيذ الرسالة بتاعتي والرؤية بتاعتي والأهداف بتاعتي. فإحنا إن شاء الله في الفصل ده هنبتدي نتكلم على التنفيذ الاستراتيجي، أو إزاي أنا أقدر أحط الخطط والبدائل الاستراتيجية. هنبتدي مع بعض نعرف أول حاجة إيه هي الاستراتيجيات اللي أنا ممكن أستخدمها لتنفيذ الرؤية والرسالة. في عندي استراتيجيات على مستوى المنظمة. الاستراتيجيات اللي على مستوى المنظمة نقدر نقسمها زي ما احنا شايفين لثلاث أنواع. في عندي استراتيجيات بتتعلق بالاستراتيجيات، وفي عندي استراتيجيات مرتبطة بالنمو، وفي عندي استراتيجيات مرتبطة بالانكماش. يبقى عندي الاستراتيجيات على مستوى المنظمة، والمنظمة ناخد بالنا بس ان كلمة منظمة او كوربريت ممكن انها تشمل عدة اعمال او انشطة. يعني ممكن مثلا عندي شركة منظمة عندها نشاط متعلق بالاساس، صناعة الاساس، نشاط متعلق بصناعة الأجهزة الكهربائية، نشاط متعلق بصناعة السيارات. فبنتكلم على مستوى المنظمة، احنا بنتكلم على استراتيجية مش هتتحط على مستوى نشاط محدد، لكن دي استراتيجية بيتم وضعها على مستوى المنظمة ككل زي ما هو واضح من الاسم. فالاستراتيجيات على مستوى المنظمة احنا ممكن نقسمها لي استراتيجيات متعلقة بالاستقرار، أو استراتيجيات متعلقة بالنمو، أو استراتيجيات متعلقة بالانكماش. طبعاً واضح من اسم كل واحدة فيهم إن الأول نوع من الاستراتيجيات اللي هي استراتيجيات الاستقرار دي هي محاولة المحافظة على الوضع الحالي للمنظمة بدون عمليات نمو أو اتساع أو توسع، أو بدون عمليات انكماش أو تقليص حجم النشاط. فدي الاستراتيجيات بيبقى الهدف منها الأساسي إن أنا بنفذ الاستراتيجيات دي إذا كان الهدف الأساسي للمنظمة هو المحافظة على الوضع الحالي. زي ما احنا شايفين استراتيجيات الاستقرار أو الاستابيليتي استراتيجي هي عبارة عن الهدف منها أو الفلسفة من وراها عدم إجراء أي تغييرات جوهرية في الأهداف والخطط الحالية. طيب إيه الاستراتيجيات اللي بتندرج تحت استراتيجيات الاستقرار؟ عندي أكتر من استراتيجية فرعية. أول حاجة استراتيجية عدم إجراء أي تغيير، وطبعا دي واضح من اسمها إن الاستراتيجية دي إن أنا بسيب المنظمة كما هي وبدون أي إجراء أو أي تغيير أو أي تعديل عليها. بس طبعا شرط نجاح الاستراتيجية دي إن ما يحصلش أي تغييرات سواء في البيئة الداخلية يعني داخليا أو في البيئة الخارجية. الاستراتيجية الثانية هي استراتيجية الربح، والاستراتيجية دي هدفها زيادة الربح، ولكن زيادة الربح عن طريق تخفيض المصروفات. يعني الاستراتيجية دي بتهدف إلى زيادة الربح عن طريق تخفيض المصروفات، ولكن الاستراتيجية دي ممكن تبقى ليها آثار سلبية في المستقبل، لأن هي ممكن تأثر على أن أنا أخفض بعض نفقات أو تكاليف البحث والتطوير أو الصيانة أو التدريب والإعلان. أنا ممكن حاليا
أخفض المصروفات دي، لكن لو ده استمر لفترة طويلة أي نعم حاليا هيزود الأرباح، لكن هيأثر على النواحي المستقبلية، لأن أنا ممكن أقلل تكاليف الإعلان، أقلل تكاليف التطوير عندي، تكاليف الصيانة، وبالتالي ممكن يحدث تهالك للآلات بسبب انخفاض تكاليف الصيانة. فإذا كان هي ممكن تؤدي إلى زيادة الأرباح في المدى القصير، لكن زي ما قلنا ينصح ألا تطول الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه الاستراتيجية. برضو من ضمن استراتيجيات الاستقرار، احنا زي ما قلنا لسه بنتكلم على استراتيجيات الاستقرار، هي استراتيجية التوقف المؤقت، ودي ان المنظمة هنا بتتوقف بشكل مؤقت بهدف تنظيم جهودها ومواردها للتعامل مع المستقبل. الاستراتيجية الرابعة والأخيرة من استراتيجيات الاستقرار هي التقدم بحذر إلى الأمام. إن أنا هنا بحاول أنمو ولكن بشكل قليل، أو أتقدم وأتوسع لكن بشكل بطيء جدا، زي ما قلنا تجنب للمفاجآت، وبالتالي إن أنا بحاول أراقب البيئة الخارجية ويا ترى في أي مستجدات هتحصل فيها ولا لا. دي أربع أنواع من أنواع الاستراتيجيات الاستقرار. يجي السؤال المهم، إمتى أنا كشركة أتبنى استراتيجيات الاستقرار؟ إمتى أنا كشركة أتبنى استراتيجيات الاستقرار؟ طبعاً قلنا الاستقرار طبعاً إن أنا بحافظ على الوضع الحالي بدون ما أنا أعمل عمليات نمو أو بدون ما أعمل عمليات انكماش. بتبع استراتيجيات الاستقرار أول حاجة لو أنا عايز أعزز الموقف التنافسي، أحافظ على وضع الحالي دون زيادة أو نقصان. الحاجة الثانية الحفاظ على مستويات الأرباح. الحاجة الثالثة أنا ما عنديش إمكانيات أو موارد مالية، إمكانيات مالية أو موارد مادية، إكويبمنت أو آلات ومعدات أو موارد بشرية تساعدني أن أنا أعمل نمو. فإذا أنا ما كانش عندي إمكانيات تساعدني أن أنا أعمل نمو وتوسع، فالأفضل أن أنا أفضل أحافظ على الوضع الحالي ما يحاولش أن هو يقل أو ينكمش. فدول الثلاث أسباب اللي بتخلي المنظمات تتبع استراتيجيات الاستقرار. يقول أول نوع من استراتيجيات اللي أنا ممكن أتبعها على مستوى المنظمة بتاعتي الحفاظ على الوضع الحالي أو البقاء كما هو، إن أنا أفضل زي ما أنا، ودي بنسميها زي ما قلنا استراتيجيات الاستقرار. طيب النوع الثاني من الاستراتيجيات اللي أنا ممكن أتبعها على مستوى المنظمة، لا دي بقى استراتيجيات هجومية. هجومية ليه؟ لأن إحنا بنسميها استراتيجيات النمو. لا أنا كشركة هنا عايز أكبر، عايز أتوسع، عايز أدخل في أنشطة كتير. زي ما قلنا هنا إحنا مش متكلم على شركة شغالة في نشاط واحد، أنا بتكلم مش على استراتيجية على مستوى النشاط. تاني أنا عايز أوضح الفرق، أنا هنا بتكلم على استراتيجيات على مستوى المنظمة. يعني استراتيجيات على مستوى المنظمة، نقصد هنا المنظمة أي يوجد تحتها عدة أنشطة أو عدة شركات أخرى. زي ما قلنا إن أنا ممكن أكون منظمة، عندنا طبعا أمثلة كتيرة جدا، شركات مثلا كان زمان مثلا عندنا شركة دريم بتاعت أحمد بهجت، هو جواها أكتر من نشاط، كان عنده شركة أساس، عنده شركة أجهزة كهربائية، عنده شركة شركات إسكان شغال عنده اللي هي دريم لاند، عنده مدينة ملاهي دريم بارك، فكان عنده محطة تلفزيون دريم، فكان شغال في أكتر من نشاط. هي دي اللي أنا بسميها الكوربريت أو المنظمة. فممكن هنا المنظمات تتبع النمو، يعني نمو ان انا ابتدي بقى ادخل في انشطه جديده كمان وازود حجم الانشطه اللي انا شغال فيها، فدي بنسميها استراتيجيات النمو. واستراتيجيات النمو بقى ليها اكتر من شكل. تعالوا ندرس مع بعض استراتيجيات النمو. ان انا لو منظمه وعايز اتوسع وادخل في انشطه جديده، ايه الاستراتيجيات اللي انا ممكن اتبعها؟ أول استراتيجية عندي ودي مهمة جدا، استراتيجية التكامل الأفقي. إن أنا زي ما بضيف شركة، زي ما منظمة يعني تحتها شركات، إن أنا هنا بضيف شركة جديدة
بتصنع تقريبا نفس المنتجات اللي انا اوريدي بصنعها. يعني مثلا انا عندي مثلا مدينة ملاهي في القاهرة، طيب انا هفتح برضو مدينة ملاهي بس في الصعيد في اسكندرية، فانا بضيف نشاط جديد او وحدة جديدة ولكن في سوق جديد. يعني تكامل افق هنا ان انا بضيف وحدة اعمال بتصنع منتجات مشابهة لمنتجاتي، يعني هي نفس المنتجات. تمام. الهدف منها زي ما قلنا ان انا بزود نطاق العمل، بزود المبيعات الارباح، او زي ما وضحنا هنا مثلا انا بغطي مناطق جغرافية جديدة. يعني انا كان عندي مدينة ملاهي بس في القاهرة، لا انا هبتدي افتح مدينة ملاهي في مدن اخرى. ده توسع، ده نمو، بس بنسميه هنا ان انا بتبع استراتيجية التكامل الافقي، لان انا بفتح نفس النشاط نفس النشاط. طبعا الهدف من المزايا دي حصول على حصص سوقية اكبر، بقى ليا بغطي سوق اكبر، عدد العملاء بتوعي هيزيد، اقتصاديات الحجم الكبير. اكيد طبعا كلكم بتدرسوا بيزنس فعارفين يعني اقتصاديات الحجم الكبير، ان انت كل ما بيبقى السكيل او الحجم بتاعك صغير كل ما تكلفتك بتزيد. يعني انت لو مصنع صغير طبعا المصنع الكبير بيقدر يوفر تكاليف اكتر، فكل ما السكيل او كل ما حجمك بيكبر كل ما انت بتقدر تخفض تكاليفك. هتستغربوا؟ لا ما حدش يستغرب. دايما عندنا ميزة ان انت لما اذا كنت مثلا حجمك صغير بتنتج 100 شاشة تلفزيون، مصنع تلفزيون بينتج 100 شاشة تلفزيون، هتبقى تكلفة الشاشة عليه غالية. لكن لو مصنع تلفزيون او شاشات تلفزيون قدر ينتج في اليوم 1000 وحدة، هتبقى تكلفة الشاشة بتقل. انا مش بتكلم على توتال الفلوس، انا بتكلم على تكلفة الشاشة الواحدة دي اللي احنا بنسميها اقتصاديات الحجم. فكل ما انت تتوسع في نفس النشاط او تكبر في نفس النشاط كل ما انت بتقدر تبقى تكلفة الوحدة بتاعتك اقل. لكن طبعا اتباع الاستراتيجية دي في بعض المخاطر. ايه هي المخاطر؟ مخاطر مهمة جدا عشان لو جالك سؤال في الامتحان، ان اتباع استراتيجية التكامل الافقي في مخاطر نبع من تركيز نشاط في عمل واحد، ان انت هيبقى كل شغلك في الملاهي، كل شغلك في الملاهي. فمثلا لو حصل حاجة زي كورونا وقالوا اقفل اقفل اقفل، فطبعا انت هنا بتعرض نفسك لريسك كتير جدا. لكن انا والله لو شغال في الملاهي وشغال في صناعة ألبان، فلو حصلت كورونا وقالوا اقفل الملاهي عشان ممنوع الاختلاط، فانا عندي اكيد مصنع الألبان دي تغذية ومهمة فمش هتقفل. فتركيز النشاط او التوسع كله في مجال واحد اللي هي استراتيجية التكامل الافقي، زي ما قلنا ان انا بتوسع في مجال واحد، دي هنا زي ما قلنا بيبقى فيها نوع من انواع المخاطر اللي هي مخاطر تركيز النشاط، اللي هي المثل بتاعنا البلدي اللي بيقول لا تضع البيض كله في سلة واحدة. فانت لو كل النشاط بتاعك هيبقى في مجال واحد وعمال تتوسع فيه، ده ممكن يعرضك لبعض المخاطر. طيب النوع الثاني من الاستراتيجيات النمو تكامل رأسي. التكامل الرأسي نوعين، في تكامل خلفي وتكامل أمامي. طيب تعالوا ندي مثال برضو عشان نوضح يعني ايه تكامل رأسي ويعني امتى يبقى تكامل رأسي للخلف اللي هو التكامل الخلفي، وامتى يبقى تكامل رأسي للأمام اللي هو التكامل الأمامي. لو نفرض ان انت مصنع ألبان، مصنع ألبان، طيب مصنع ألبان ده قبل ما بيصنع ألبان فهو بيتعامل مع مزارع الألبان، صح؟ مزارع الألبان دي بالنسبة له بتبقى هي الموردين للمواد الخام اللي بيشتغل بيها الأساسية اللي هي اللبن، وبعد كده بيبيع منتجاته في سوبر ماركت، صح؟ دي كده السلسلة بتاعت الشغل بتاعك. إن قبليك في مرحلة اللي هي مزارع الألبان،
وبعديك في مرحلة تانية اللي هي السوبر ماركت اللي بتبيع بشكل مباشر للعملاء. فأنت مرحلة في النص اللي هي التصنيع، تصنيع اللبن والزبادي. طيب يعني ايه بقى تكامل رأسي للخلف؟ تكامل رأسي للخلف ان انا هعمل نشاط كان بيتعمل قبل نشاط بتاعي، يعني انا بصنع لبن، طب ايه النشاط اللي قبلي؟ هي مزارع الألبان. يبقى تكامل رأسي للخلف ان انا هنا غير ان انا هصنع لبن فانا هفتح مزارع ألبان، انا رجعت خطوة لورا، عملت نشاط كان بيتعمل قبل النشاط بتاعي، فده اسمه تكامل خلفي. يبقى مثلا لو جالك مثال في الامتحان، مصنع ألبان قام بإنشاء مزرعة ألبان، إيه الاستراتيجية اللي تم اتباعها في هذه الحالة؟ هي استراتيجية التكامل الرأسي للخلف. طيب أو أنا ممكن أعمل مرحلة كانت بتتم بعدي، أنا كمصنع ألبان أبتدي أفتح فروع أبيع فيها اللبن بتاعي أنا، يعني أنا بقى اللي هوزع اللبن والزبادي ومنتجات الجبن بتاعتي بشكل مباشر للعملاء بتوعي، مش هدي السوبر ماركت. يبقى أنا هنا قمت بمرحلة بعد إن شغلي اللي هي كانت بعد التصنيع اللي هي توزيع للعملاء. يبقى أنا لو فتحت فروع توزيع للألبان ومنتجات الألبان والجبن والزبادي، ده بسميه تكامل للأمام، تكامل للأمام. يبقى التكامل الرأسي يختلف عن التكامل الأفقي اللي احنا لسه قايلينه. التكامل الأفقي إن أنا بفتح نفس النشاط بتاعي، يعني أنا مصنع ألبان في القاهرة فهفتح مصنع ألبان في حتة تانية، أنا هنا ما عملتش حاجة جديدة. لو أنا عمال أفتتح في فروع مصانع ألبان فده اسمه تكامل أفقي، بنمو بس أفقيا، بنمو أفقيا يعني بنمو في نفس المجال. يبقى اللي احنا قلناه دلوقتي اللي هي التكامل الأفقي، أنا هنا بنمو أفقيا يعني عمال أتوسع في نفس المجال بتاعي، وبالتالي أنا بنمو وبتوسع بس في نفس النشاط. زي ما قلنا ده ليه المزايا، طبعا انا باخد حصه سوقيه اكبر، لكن زي ما قلنا تكامل راسي ان انا بدخل انشطه جديده بس مرتبطه بالمجال بتاعي. يعني زي ما احنا شايفين التكامل الراسي انا بدخل انشطه جديده، ولكن لو لاحظنا هنلاقيها مرتبطه بالمجال. يعني انا ممكن اعمل تكامل للخلف، بعمل نشاط كان بيتم قبل النشاط بتاعي، فانا هبتدي أنشئ مزرعة ألبان وأنا اللي أنتج اللبن بتاعي وأورده لنفسي أو أورده لشركاتي للخلف، أو إن أنا أبتدي أفتح فروع أبيع فيها اللبن ومنتجات الألبان والزبادي اللي أنا كنت بصنعها، فده نشاط جديد بس مرتبط أوريدي بنشاط تصنيع الألبان اللي هو التكامل الأمامي. إحنا مثلا يمكن كلنا بنلاحظ مثلا عندنا شركة كهرباء اللي هي فينوس، هتلاقي كتير جدا إن هي بتصنع، ولكن بقى ليها عربيات بتبتدي توزع هي للعمل، هي كانت بتبتدي تصنع وبتدي لمحلات كهرباء، صح؟ بتدي لمحلات أدوات كهربائية يبتدي هم يبيعوا منتجاتها، اللمبات أو كل منتجات فينوس بقى، لوح الكهرباء والأسلاك، كان بيوزع منتجاته على محلات الأدوات الكهربائية. لكن زي ما نشوف دلوقتي فينوس ابتدى يستثمر ويبتدي يعمل حاجة اسمها زي ما قلنا تكامل الأمام، إن هو يبتدي يجيب عربيات ويبتدي هو يعمل عملية التوزيع بنفسه. فدي خطوة كانت بتتم بعد التصنيع، فده بنسميه تكامل الأمام. زي ما قلنا من ميزة التكامل الأمام إن أنا اللي بسوق المنتج النهائي، أنا بقى اللي ببيع للعميل، فأنا هنتج الأدوات الكهربائية وأنا اللي هبيعها. فدي طبعا ميزة مهمة جدا، إن أنا هراقب بقى وأشوف، وأنا اللي هتعامل مع العميل بتاعي فهقدم له أحسن خدمة وهتبقى أقدر أعمل علاقة جيدة مع العملاء بتوعي. طب إيه ميزة بقى إن أنا أعمل تكامل الخلف؟ زي ما قلنا تكامل الخلف يعني إيه؟ تكامل الخلف إن أنا لو أنا شركة ألبان فأنا هبتدي أنشئ مزرعة الألبان بتاعتي. فدي طبعا ليها ميزة مهمة جدا، زي إيه بقى؟ التأكد من نوعية المواد، إن أنا هتأكد المواد الخام
لان انا اللي هورد لنفسي المواد الخام، انا اللي هورد لنفسي اللبن، فهتاكد من جوده وكواليتي بتاعه اللبن اللي انا هصنع بيها والتحكم في استمرار تدفقها. انا اللي هورد، عندي مزرعه الالبان، فانا اللي هورد اللبن للمصنع بتاعي، وبالتالي انا ضامن ان مش هيحصل مره يجي المورد يقول لي معلش اصل انا عندي مشكله في اللبن، حصل مشاكل فمش هعرف اورد لك الالبان النهارده. الكلام ده لو حصل المصنع بتاعي يقف، لكن بما ان انا اللي بورد لنفسي فانا بضمن عمليه استمرار التدفق، ان المواد او الالبان هتفضل تيجي باستمرار. طبعا الاستراتيجيه دي ليها مزايا كبيره جدا، زي ما قلنا ان انا لما بعمل استراتيجيه تكامل راسي للامام، فانا اللي بتعامل مع العملاء وبضمن طريقه التسويق بتاع المنتجات بتاعتي بشكل كويس. لما بعمل تكامل للخلف بضمن نوعيه المواد اللي داخله، بضمن استمرار تدفق المواد. في حاجه مهمه جدا يمكن مش مكتوبه برضو، ان انا بما ان انا اللي بورد لنفسي فاكيد التكلفه هتبقى قليله. انا اللي بصنع اللبن او انا اللي بعمل اللبن وبورده لنفسي، فده برضو مش بس هتاكد من جوده الكواليتي بتاعت اللبن ولا ان اللبن هيبقى موجود باستمرار، بس كمان انا هقدر احصل على اللبن بتكلفه اقل. لكن مع المزايا الكبيره لاستراتيجيه التكامل الراسي برضو فيها بعض العيوب، ان انا كل شويه اكيد في كل نشاط فيهم لازم اتابع التكنولوجيا الجديده اللي تحصل فيه، لان انا هنا بقى دخلت نفسي في اكتر من نشاط مختلف، لان برضو تصنيع الالبان والجبن يختلف عن تربيه العجول وانتاج اللبن. وكل نشاط ليه التكنولوجيا بتاعته وليه الخبره المطلوبه المختلفه عن النشاط التاني. برضو ان توسيع النشاط فيه اعباء ومسؤوليه. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على استراتيجيتين من استراتيجيات النمو. النمو يعني شركة تكبر، قلنا ممكن أكبر من خلال التكامل الأفقي، إن أنا عمال أفتح نفس النشاط، أو التكامل الرأسي سواء تكامل رأسي للخلف، إن أنا أقوم أو أعمل ما كان يعمله الموردون، أو تكامل رأسي للأمام، إن أنا أقوم بما كان يقوم به الموزعون اللي كانوا بيوزعوا لي السلع. في بقى عندي من استراتيجيات النمو برضو استراتيجية التنويع. التنويع هنا بقى ان انا بدخل في مجال مختلف تماما عن المجال اللي انا فيه. يعني خد بالك ان التكامل الافقي انا بدخل في نفس المجال، تكامل رأسي بدخل في مجال مختلف بس بكمل، مش كده اسمه تكامل، بكمل شغلي. أنا بصنع لبن فأنا اللي هنتج اللبن، أنا بصنع لبن فأنا اللي هبيع اللبن، في النهاية أنا بكمل شغلي ما رحتش بعيد. لكن واضح من اسم التنويع أو زي ما شايفين كده diversification strategy، استراتيجيات التنويع، إن هنا يبقى في نشاط مختلف، بس برضو التنويع نوعين، في تنويع مرتبط وفي تنويع غير مرتبط. التنويع المرتبط زي إيه مثلا؟ ان انا ممكن لو انا مثلا منتجات البان، فانا ممكن معاها افتح بعد كده مصنع شيبسي بطاطس. طيب ده تنويع، ده تنويع صح، ده حاجه مختلفه، ده البان ودي بطاطس، انا عملت تنويع. بس هو تنويع مرتبط ليه؟ لان هي في النهايه منتجات غذائيه، يعني نقدر ندرجهم تحت، نقدر نسوقهم في نفس المكان. أنا عشان أسوق منتجاتي فأنا هسوقها في السوبر ماركت. في ارتباط بين النشاط القديم والنشاط الجديد، مش هو نفس النشاط، مش بيكملوا بعض، ولكن في درجة من درجات الارتباط. لو أنا بصنع شاشات تلفزيون أبتدي مثلا أصنع غسالات، الاثنين يندرجوا تحت نشاط الأجهزة الكهربائية، وأقدر أسوقهم في نفس المكان، معارض الأجهزة الكهربائية. فكل ده بسميه تنويع مرتبط، إن أنا هنا بدخل نشاط بيرتبط بالنشاط الأساسي للشركة من خلال سمة
مشتركه، ممكن نستخدم نفس الالات اللي هصنع بيها، او زي ما قلت نفس التسويق، الاثنين ببيعهم في نفس المكان، فالماركتنج او السوق بتاعهم هيبقى واحد. هنا الارتباط في التسويق، ان قلنا ان لما هصنع منتجات البان ومنتجات بطاطس او شيبسي، فالاثنين مواد غذائيه، الاثنين ممكن بنفس العربية أرجع أروح أوزعهم على محلات السوبر ماركت، الدنيا مش بعيدة يعني. ولكن في نوع تاني من التنويع، التنويع غير مرتبط، إن أنا هنا بدخل في مجال تاني ملوش أي علاقة واضحة بالمجال الأولاني، يعني أنا مثلا مصنع ألبان وأروح أفتح مصنع موبيليا، فهنا مفيش علاقة واضحة خالص ما بين الاتنين. يعني في الحالة دي احنا بنسميه تنويع غير مرتبط، اللي هو لا توجد اي علاقة واضحة مع أنشطة المنظمة القائمة. النشاط الجديد ده ملوش اي علاقة واضحة بالنشاط بتاعي. برضو تعالوا نبص، يعني سيبنا من الاستراتيجية كأربعة، تعالوا نبص على برضو ضمن استراتيجيات النمو. احنا خدنا استراتيجية نمو، قلنا يعني هنسيبنا من رقم أربعة، احنا خدنا استراتيجية تكامل أفقي وشرحنا يعني ايه، استراتيجية تكامل رأسي قلنا فيها نوعين للأمام وللخلف، رقم ثلاثة استراتيجية التنويع، ان انا بدخل في نشاط مختلف عن نشاطي، قلنا فيها نوعين، يا اما تنويع مرتبط يا إما تنويع غير مرتبط. خمسة بقى هي استراتيجيات مشروعات مشتركة، إن أنا هنا بتوسع ولكن من خلال إن أنا بدخل مشروع مع شركة تانية، وزي ما قلنا ده بيكون بقى لو النشاط الجديد محتاج إمكانيات ضخمة، محتاج قدرات مالية كبيرة، ففي الحالة دي يعني مثلا إحنا بننتج عربية كهربائية حاجة جديدة، فده محتاج تعاون مشترك بين أكتر من شركة عربيات، تمام؟ فزي ما قلنا دي استراتيجيات المشروعات المشتركة، أو بنسموها بالإنجليزي الجوينت فينشر، الجوينت فينشرز استراتيجي، إن هي قيام منظمتين أو أكتر بشراكة ما بينهم لإنجاز مشروع مشترك. طيب إيه اللي بيخلي الشركات دي تدخل في مشروعات مشتركة؟ طبعا ان المشروع ده انا لو انا هدخله لوحدي مش هقدر ادخله بسبب امكانياتي، الدخول في اعمال لا تستطيع المنظمه في ظل امكانياتها القيام بها. والحاجه الثانيه ان معايا شركه، فهنقسم على بعض الريسك وهنقسم على بعض الارباح اللي ممكن تحصل، يعني لو حصلت خساره فانا مش هتحملها لوحدي. لكن برضو استراتيجية المشروعات المشتركة ليها بعض العيوب، ان انا ممكن لما بدخل مشروع مشترك مع شركة تانية ابتدي بقى ياخد مني بقى مهارات الموظفين ويكتسب عني معلومات، ان انا بالظبط ممكن انقل بعض المهارات او الاسرار بتاعتي تبتدي تنكشف للشركات الاخرى. والعيب التاني ان ممكن تبقى في صراعات بين الشركتين ازاي يديروا المشروع ده، دي طبعا عيوب المشروعات المشتركه. الاستراتيجيه السادسه من استراتيجيات النمو اللي هي استراتيجيات الاندماج والاستحواذ، يعني الاستراتيجيات اللي فاتت كلها سواء استراتيجيات اندماج افقي، تكامل راسي للامام او للخلف، تنويع، مشروعات مشتركه، انا هنا كنت بنشئ مشروعات جديده، أنا اللي بنشئها وبتوسع. لكن استراتيجيات الاندماج والاستحواذ، إن هنا بيبتدي شركة تندمج مع شركة تانية أو بتستحوذ على شركة قائمة، يعني إن أنا هنا مش بنشئ مشروع جديد، ولكن أنا هنا ببتدي أسيطر على مشروع موجود، أشتري مشروع موجود بالفعل، فدي اسمها اندماج واستحواذ. إيه الفرق بين الاندماج والاستحواذ؟ الاندماج احنا عندنا أمثلة كتيرة جدا للاندماج، ان شركتين منفصلين يبتدوا
يندمجوا مع بعض ويكونوا شركة جديدة، ده اسمه اندماج. وطبعا عندنا أمثلة كتيرة جدا في العالم لعمليات اندماج تمت، ان يبقى عندي شركتين والشركتين دول يكونوا شركة واحدة. يبقى الاندماج اتفاق بين شركتين او اكتر لإعادة التنظيم بحيث تصبح منظمة عمل واحدة. يعني باختصار انا هدي كده مثال بسيط، ان انا لو عندي شركة الف وشركة ب، طيب تعالوا نتفق مع بعض يا الف يا ب، احنا مش هنعمل شركة جديدة، لكن احنا عايزين نكبر انا وانتي. شركة الف وشركة ب بيقولوا احنا عايزين نكبر، طب ايه الحل؟ طب ما نيجي نبقى شركة واحدة ونسمي نفسنا جيم. فده استراتيجية الاندماج، ان لا الف فتحت شركة جديدة ولا ب فتحت شركة جديدة، لا الف وب قالوا احنا عايزين نكبر فتعالوا نندمج، فنبقى بدل ما انت شركة لوحدك وانا شركة لوحدي، تعالوا نبقى مع بعض شركة كبيرة ونسمي نفسنا جيم. يبقى ألف اختفت وشركة به اختفت وظهر كيان كبير اسمه جيم، دي كده بنسميها عمليات اندماج. طيب ده يختلف على الاستحواذ؟ اه يختلف على الاستحواذ، اللي هو ايه؟ ان شركة ألف وشركة به، هنا شركة ألف مش هتندمج مع الشركة به، ان شركة ألف هتستحوذ على الشركة ب، تسيطر عليها. يعني السيطرة احنا عارفين في البورصة ان انا ممكن اشتري 50% من اسهمها. انتوا عارفين اللي بيشتري 50% من اسهم شركة بيتحكم فيها. فهنا شركة الف ممكن تشتري 50% من اسهم شركة ب وتسيطر عليها، وبالتالي انا كشركة الف اتحكم في شركة ب، بس تظل الشركة الف لوحديها وتظل الشركة ب لوحديها. يعني هيفضل الشركتين موجودين، بس الشركة ألف هي اللي بتدير وبتتحكم في الشركة ب، فدي بيسميها عملية استحواذ. يبقى من ضمن ان هنا شركة ألف اتوسعت بقت تدير شركة تانية وتتحكم في أعمالها، بس بدون ما يندمجوا مع بعض في كيان واحد. فمهم جدا تعرف الفرق بين الميرجر والأكويزيشن. الميرجر اللي هو الاندماج، إن شركتين ألف وب يندمجوا في كيان واحد جديد كبير نسميه مثلا جيم ويختفوا، يعني لا يبقى عندي ألف ولا عندي ب. لكن الأكويزيشن، ألف تستحوذ على ب، تسيطر عليها ويظل ألف موجودة ويظل ب موجودة، ولكن الشركة ألف هي اللي بتدير أنشطة به، وبالتالي هنا الشركة ألف نقدر نقول إنها توسعت أو كبرت، ولكن من خلال عمليات الاستحواذ. يبقى الاندماج والاستحواذ، أنا هنا كشركة ما بنشئش شركات جديدة، لكن بتفق مع شركات تانية إن إحنا نتوسع، يا إما عن طريق الاندماج ندخل مع بعض في كيان كبير، يا إما مع الاستحواذ إن أنا هدير. فزي ما قلنا هنا الاستحواذ، طبعا زي ما قلنا الاندماج إن شركتين يبقوا شركة واحدة، أهو الاندماج اتفاق بين شركتين او اكتر بحيث تصبح منظمة اعمال واحدة او شركة واحدة. اما الاستحواذ يعني ان تستحوذ منظمة على منظمة اعمال، منظمة اعمال او شركة. يعني طبعا نقصد بكلمة منظمة اعمال شركة على منظمة قائمة. تمام، ده الفرق ما بين الاندماج والاستحواذ. طبعا في مزايا كتيره جدا للاندماج والاستحواذ، ان انا بدل ما انشئ شركه انا عايز اعمل مصنع حديد وصلب، وانا لسه هفتح مصنع واجيب المعدات واجيب موظفين وادرب الموظفين، طب ما انا اسيطر على شركه موجوده، اسيطر على شركه ايه موجوده. يعني ليها طبعا بعض المزايا ولكن ايضا ليها بعض العيوب، زي مثلا ان لو في حالات الاندماج صعب ان الشركتين ممكن يبقوا شركه واحده، كل شركه كانت شغاله بطريقه، كل شركه لها ثقافتها، كل شركه الموظفين بتوعها متعودين على طريقه معينه للعمل وللشغل ولتنفيذ الشغل، فممكن لما يبقوا شركه واحده تحصل بعض المشاكل.
طيب احنا كده اتكلمنا على بعض الاستراتيجيات الخاصه باستراتيجيات النمو. يبقى احنا كده اتكلمنا على استراتيجيات المنظمه كده، ما ننساش احنا اتكلمنا على كام نوع من الاستراتيجيات. احنا اتكلمنا على استراتيجيات الاستقرار، وقلنا يعني استراتيجيات الاستقرار ان الشركه عايزه تحافظ على الوضع الحالي، لا عايز اكبر وتوسع ولا عايز انكمش. لا عايز اكبر ولا عايز ايه؟ انكمش. فدي اسمها استراتيجيات الاستقرار. وقلنا ممكن اتبع اربع استراتيجيات، ان انا ما اعملش اي حاجه، اسيب الوضع زي ما هو كده، او ان انا ممكن اسيب الانشطه بس ابتدي اقلل التكاليف بتاعتي او اقلل المصروفات اللي هي زي ما قلنا تخفيض كبير في حجم الموارد المخصصه للانفاق على المصروفات الحرجه. وقلنا المصروفات الحرجه زي البحوث والتطوير، الصيانه، التدريب والاعلان. طبعا وضحنا ان رغم ده ممكن فعلا يزود الارباح، لكن ده ممكن ياثر على مستقبل المنظمه على المدى الطويل، لان انت قللت المصروفات في اماكن مهمه لاستمرار المنظمه. برضو احنا قلنا من ضمن استراتيجيات التوقف الاستقرار استراتيجيات التوقف المؤقت، ان المنظمه تعمل عمليات توقف مؤقت للالتقاط الانفاس. وفي الاخر ان انا ممكن اعمل تقدم او نمو، بس نمو بطيء بحذر، يعني بسيط جدا لحد ما اشوف الامور فيها. بعد كده قلنا اتكلمنا على استراتيجيات النمو، وانا وضحنا خمس انواع منها. قلنا عندي استراتيجيات التكامل الافقي، ان انا ببتدي اتوسع او انمو وبفتح انشطه، ولكن هي نفس النشاط اللي انا شغال فيه. ببتدي اتوسع ونمو، لكن في نفس النشاط، عن طريق ان انا ممكن زي ما قلنا بدخل اسواق جديده ومناطق جغرافية جديدة ما كنتش دخلتها قبل كده. فده اسمها استراتيجيات التكامل الأفقي. قلنا التكامل الرأسي، إن أنا ببتدي أدخل أنشطة جديدة ولكن أنا بعمل تكامل مع النشاط الحالي. تكامل مع النشاط الحالي زي ما قلنا، إن أنا لو مصنع ألبان ممكن أبتدي أنشئ مزارع الألبان بتاعتي، فهورد لنفس اللبن. ده نشاط جديد لكن بيكمل النشاط الحالي، خطوة كانت بتتم قبل النشاط الحالي، فبسميه تكامل للخلف. أو أبتدي أنا أوزع منتجات الألبان بنفسي، ده نشاط جديد ليا، لأن أنا كنت بصنع بس، ولكن كان النشاط الجديد ده بيتم بعد ما أنا بخلص شغلي، فأنا هنا بسميه تكامل للأمام. فدي اسمها استراتيجيات التكامل. واتكلمنا على استراتيجيات التنويع، ان انا هنا بدخل بقى في نشاط مختلف عن النشاط الحالي، ولكن النشاط المختلف اذا كان له علاقه بالنشاط الحالي فده بسميه تنويع مرتبط، واذا كان ملوش علاقه واضحه خالص بالنشاط الحالي فده تنويع غير مرتبط. قلنا برضو عندي استراتيجيات مشروعات مشتركة. استراتيجيات المشروعات المشتركة، إن أنا بدخل مع مشروع مع شركة تانية بنعمل مشروع جديد، وزي ما قلنا المشروع الجديد ده غالبا بلجأ له لو كان مشروع ضخم وإمكانياته تفوق إمكانيات الشركة، فبضطر أتعاون مع شركة تانية في تنفيذ هذا المشروع. واخيرا اتكلمنا على استراتيجيات الاندماج والاستحواذ، اللي قلنا فكره بدل انا عايز اتوسع وانمو، فبدل ما انشئ شركه جديده من الصفر، لا انا ممكن اندمج مع شركه ثانيه ونكون كيان جديد ونكبر، او ان انا استحوذ على شركه اوريدي موجوده بالفعل بدون ما نندمج مع بعض ونكون كيان كبير. وعرفنا طبعا المزايا والعيوب المرتبطه بكل استراتيجية. طيب أنا بعد ما بختار الاستراتيجية بقى اللي أنا هتبعها، سواء بقى استراتيجية استقرار أو استراتيجية من استراتيجيات النمو، ببتدي أختار الاستراتيجية أو بختار البديل الاستراتيجي
اللي يناسب المنظمة بتاعتي، لازم بقى تبتدي مرحلة التنفيذ. فهنا هنتكلم على التنفيذ الاستراتيجي، مفهوم طبعا تنفيذ الاستراتيجية اللي هي مجموعة الأنشطة والفعاليات التي تمارس لوضع الاستراتيجيات موضع التطبيق. بعد ما بحدد استراتيجية فبتدي أقول أنا عايز أنفذها، عايز أعمل تكامل أفقي، عايز أعمل تكامل رأسي للخلف، عايز أدخل تنويع وهكذا. طيب الكلام حلو جدا، لكن بقى التنفيذ إن أنا أحط الاستراتيجيات اللي أنا اخترتها دي موضع التطبيق، فده لازم يبقى فيه برامج للتنفيذ، موازنات الأموال هنا هتتكلف قد إيه، بحط الموازنة أو تقدير الأموال اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية دي، ثم الإجراءات اللي أنا هتبعها علشان أنفذ البرامج. أنا حطيت البرنامج والفلوس اللي لازمة لتنفيذه، لكن بقى الإجراءات نفسها اللي احنا هنتبعها علشان ننفذ البرنامج. طبعا يعتبر تنفيذ الاستراتيجية مهم جدا، لأن التصميم الجيد للاستراتيجية، زي ما انت صممت استراتيجية وحطيت استراتيجية حلوة جدا، اخترت استراتيجية تكامل أفقي وحطيت تصور ليها حلو جدا، لكن مجرد التصميم الجيد وحده لا يكفي لضمان النجاح دون كفاءة عالية في التنفيذ. وطبعا التخطيط الجيد ده بدون وجود آلية لتطبيق الخطة أو لتنفيذها على أرض الواقع ده يعتبر فشل. فمش معنى أن انت حطيت استراتيجية أو أن أنت حطيت خطة جيدة ده معناها أن أنت هتوصل للي أنت عايزه، لا طبعا، الأهم من وضع الخطة الجيدة أنك إزاي هتنفذ الخطة الجيدية. طبعا ده بيوضح أهمية مرحلة تنفيذ الاستراتيجية، لأن زي ما احنا شايفين هو مجرد التصميم الجيد وحده لا يكفي لضمان النجاح دون كفاءة عالية في التنفيذ. قد تتوصل المنظمة إلى تصميم استراتيجية مناسبة، ولكن يؤدي التنفيذ الرديء إلى إلحاق الفشل بها. أنت ممكن تحط خطة كويسة جدا، لكن التنفيذ الغير جيد ممكن يؤدي إلى التنفيذ الغير جيد ممكن يؤدي إلى فشل استراتيجي. طيب ازاي بقى بضمن ان انا بنفذ الخطه او الاستراتيجيه بتاعتي بشكل جيد؟ فده اللي احنا نتكلم فيه على ابعاد مرحله التنفيذ الاستراتيجي. ابعاد مرحله التنفيذ الاستراتيجي، عشان انفذ الاستراتيجيه بتاعتي بشكل جيد ففي ثلاث ابعاد مهمين جدا. اول بعد بحدد فيه مين اللي هيقوم بعمليه التنفيذ، مين المسؤول عن تنفيذ الاستراتيجية. وعموما طبعا كل أغلب الأفراد في الشركة بيشاركوا في عملية تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية، وبالتالي أضمن حاجة عشان أضمن ولائهم وأضمن إن هم يبقوا متحمسين للاستراتيجية اللي أنا حطيتها، أهم حاجة إن أنا أشاركهم في وضعها. الموظف لو حس ان هو شارك في وضع الاستراتيجيه فاكيد هو هيبتدي يساهم بشكل فعال في تنفيذها، لان هو اكيد طالما شارك فيها فهو مقتنع بيها، وطالما الموظف مقتنع بيها فهو هيساهم في نجاحها. لكن ده يختلف على العكس، لو اتفرضت عليه الاستراتيجيه او الخطه فممكن تبقى في بعض الاعتراضات وبعض المشاكل اثناء التنفيذ. يبقى أول حاجة زي ما قلنا، من أجل تحقيق أكبر دعم لتنفيذ الاستراتيجية لابد من الحرص على أن يشارك المديرون في جميع المستويات بصورة مباشرة، طبعاً زي ما شايفين ومبكرة من الأول خالص في تنفيذ الاستراتيجية، وأيضاً استخدام المستشارين في الإدارة الاستراتيجية عند الحاجة للمساعدة. الحاجة الثانية، أنا بعد ما بحدد مين اللي هيقوم بالتنفيذ ااا
بحدد كل فرد بقى مسؤوليته ايه. كل فرد مسؤوليته ايه ده زي ما قلنا من خلال البرامج التنفيذيه. يعني احنا لو رجعنا للفات زي ما قلنا عشان انفذ لازم احط برامج تنفيذيه، هننفذ الاستراتيجيه ازاي اهو. عشان انفذ الاستراتيجيه فانا عندي برامج تنفيذيه وموازنات، يعني احط خطه ماليه واجراءات هتتم. فلازم في البرامج التنفيذيه نبتدي نحدد الانشطه المطلوبه. يعني ايه برامج تنفيذيه؟ عشان انفذ الاستراتيجيه دي ايه الانشطه المطلوبه؟ 1 2 3 4 وقصاد كل نشاط الفلوس اللازمه لتنفيذه اللي هي ايه؟ الموازنه والاجراء اللي هيتم. فده مهم جدا. البعد الثاني بنتكلم على الثلاث حاجات المهمين اللي احنا قلنا مطلوبين جدا لتنفيذ الاستراتيجيه، ان يبقى في عندي برامج تنفيذيه بتحدد بالظبط ايه الانشطه المطلوبه لتنفيذ الاستراتيجيه. مش بس كده، قصاد كل نشاط لازم احط الموازنه. الموازنه هنا اي نشاط اكيد محتاج فلوس لتنفيذه. فبقول والله النشاط الفلاني انا مخصص له 100,000 جنيه، النشاط الفلاني مخصص له 50,000 جنيه للتنفيذ. وبعد كده اجراءات التنفيذ النشاط ده، النشاط ده عشان ينفذه هيتم ازاي. فده طبعا البعد الثاني اللي هو تحديد اللي احنا هنعمله من خلال طبعا تحديد زي ما قلنا البرامج التنفيذيه وتحديد الموازنات واخيرا تحديد الاجراءات. طيب الحاجة الثالثة، في بقى حاجات مهمة جدا لنجاح التنفيذ أو نجاح الاستراتيجية اللي أنا هخضعها. فلازم أتأكد عشان الاستراتيجية اللي تتنفذ تبقى صح، لازم أتأكد من توافر بعض العناصر لضمان النجاح تنفيذ الاستراتيجية. إيه بعض العناصر اللي أنا لازم أتأكد من توافرها لنجاح تنفيذ الاستراتيجية؟ أول حاجة ومهمة جدا، في توافق ما بين الاستراتيجية والهيكل التنظيمي. طبعا أكيد كلكم درستوا في أول ما دخلتوا في مادة مقدمة في الإدارة أو أساسيات الإدارة الهيكل التنظيمي، إن أي منظمة لهيكل التنظيمي بيوضح الأنشطة اللي لازم تقوم بيها جوه الشركة، بيبقى في شكل هيكل أو شكل. برضو أغلبكم شغالين في شركات، فأكيد الشركات اللي انتوا شغالين فيها ممكن يبقى ليها شكل هيكل تنظيمي. فالشرط الأول لنجاح الاستراتيجية إن أنا أتأكد من وجود توافق بين الاستراتيجية بتاعتي وبين الهيكل التنظيمي. طيب لو في اختلاف، يا ترى اعدل الاستراتيجيه ولا اعدل الهيكل التنظيمي؟ الخبراء بينصحوا ان لو في اختلاف يا ريت تعدل الهيكل التنظيمي بتاعك حتى يتناسب مع الاستراتيجيه. يعني اذا كان في هناك خلاف ما بين الاستراتيجيه وما بين الهيكل التنظيمي فيفضل ان انت تعمل تعديل للهيكل التنظيمي حتى يتناسب مع الاستراتيجية. يعني تعالوا نشوف هنا مع بعض ان فكرة ضرورة التوافق بين الهيكل والاستراتيجية هي احد الافكار الواردة في الدراسات الادارية. لازم وفقا للابحاث يبقى في توافق بين الهيكل التنظيمي اللي هو الاورجنايزيشنال ستراكشر بتاع الشركة والاستراتيجي الخاصة بالشركة. طيب واذا كان في اختلاف فيجب ان يتم تعديل الهيكل التنظيمي لكي يتناسب مع الاستراتيجية. طب ازاي اعدله؟ ما هو الهيكل التنظيمي ده بيوضح الانشطة بتاعت الشركة. ان انا ابتدي بقى احدد الانشطة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وابتدي ابني الهيكل الجديد بناء على التنفيذ ده وابتدي اعمل بقى خطوات التنظيم. طبعا كلنا عارفين ان وظيفة التنظيم ان انا احدد الانشطة المهمة بقى اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية
ابتدي احدد مين الافراد اللي هيهددوا يحددوا او يقوموا بالانشطه دي، ابتدي احدد سلطه كل فرد واوزع السلطه، وابتدي اقول ازاي هيحصل تنسيق بين الافراد. ده طبعا اكيد كلكم درستوه في ماده اساسيات الاداره ضمن وظيفه التنظيم. يعني هنا الشركه محتاجه بقى تنظيم من اول وجديد، وإن هنا المدير يقوم بوظيفة التنظيم بشكل جديد. وطبعاً عموماً هو وراء أي تخطيط، لأن الاستراتيجية دي تخطيط، وراء أي تخطيط لازم تأتي عشان التخطيط ده أو الخطة دي تتنفذ صح، فوراء أي وظيفة التخطيط يجب أن يتلوها أو يليها إن أنت تقوم بعملية تنظيم تناسب هذا التخطيط، إن أنت تحدد الأنشطة المطلوبة لتنفيذ الخطة، تبتدي تحدد الأفراد اللي هيقوموا بهذه الأنشطة، تبتدي تدي لكل واحد سلطة ومسؤولية علشان يشتغل، وتبتدي إزاي الأفراد دول تنسق ما بينهم علشان، ودي طبعاً مهمة جداً اللي هي الخطوة الرابعة، التنسيق ما بين الأفراد والوظائف طبعاً علشان ما تحصلش خلافات. التنسيق يعني التنسيق، تنسيق يعني تقول انت هتبقى الرئيس، انت المرؤوس، انت هتدي اوامر لفلان، انت هتسمع الاوامر من فلان، علشان يبقى كل واحد بالظبط مش بس عارف هيقوم بايه، لكن عارف علاقته ايه بالتانيين. يعني انت في رقم 2 عرفت كل واحد هيقوم بايه. النقطة الاهم في رقم 4 انت خلاص عرفت انت هتقوم بايه، بس من ضمن وظيفة التنظيم المهمة اللي هي التنسيق بقى، يعني مش بس كل واحد يعرف هيقوم بإيه، لكن علاقتك بإيه بالتاني. هل ده من حقه يدي لك أوامر ولا مش من حقه يدي لك أوامر؟ أنت هتاخد تتلقى الأوامر من مين؟ فطبعا دي بتبقى مهمة جدا اللي هي التنسيق بين الأفراد. يبقى أول خطوة إن أنا لازم أتأكد إن الهيكل التنظيمي أو الشكل التنظيم يتناسب مع الاستراتيجية، وإلا أنا هضطر أعدل الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع الاستراتيجية. الحاجة الثانية المهمة عشان أضمن نجاح تنفيذ الاستراتيجية، إن تبقى في الثقافة التنظيمية مناسبة للاستراتيجية. طبعاً جوه كل منظمة في أي ثقافة، يعني الثقافة دايماً هي الأفكار السائدة والمعتقدات السائدة المنتشرة جوه الشركة. أحياناً تبقى جوه شركة ثقافة منتشرة، اشتغل قليل علشان تغلط قليل، لو اشتغلت كتير هتغلط كتير، أو ثقافة منتشرة إن لازم نشتغل بكواليتي وجودة عالية. فكل شركة بتبقى جواها الكالتشر والثقافة اللي بتتبني بناء على خبرات الموظفين اللي جوه الشركة، وبيبتدي يورثوها لبعض. يعني انت لما بتدخل بقى شركة بيبتدي يحكوا لك تعمل ايه وتتصرف ازاي، والناس هنا بتفكر ازاي، فتبتدي الثقافة اللي هي الافكار والمعتقدات هي دي بتسود جوه المنظمة. فأهم حاجة ان تبقى الثقافة السائدة جوه المنظمة هي تناسب الاستراتيجية. وبالتالي يجب أن يكون هناك توافق بين الاستراتيجيات الجيدة والثقافة السائدة في المنظمة. طب ولو ما فيش توافق، يجب على المنظمات أن تحاول تغيير الثقافة السائدة. ولكن أنا من وجهة نظري أنا بشوف أن سهل أنك تغير الهيكل وطريقة تنظيم الشغل جوه الشركة، لكن صعب جدا أن أنت تعدل الثقافة دي، ممكن تاخد وقت منك. يعني تعديل الثقافة التنظيمية عموما ما بيبقاش حاجة سهلة جدا، انك ازاي تبتدي بقى تغير الافكار والمعتقدات اللي سايدة في الشركة من سنين وبقوا الموظفين بيقولوها لبعض. الحاجة الثالثة المهمة لنجاح تنفيذ الاستراتيجية او الخطة اللي انت اخترتها، ان تبقى السياسات جوه الشركه. والسياسات دي سهله جدا، لان السياسات بتتحدد او بتتعمل بناء على الاستراتيجيه اوريدي. يعني انا اوريدي بحط استراتيجيه وبعد كده بحط سياسات تنفيذ.
فهي اوريدي السياسات هي بتساعدني في تنفيذ الاستراتيجية، فلازم طبعا زي ما هو وضع العنوان استراتيجيات مساعدة، فهي اوريدي لازم تكون تناسب الاستراتيجية. والسياسات احنا دايما بنقول هي مرشد للأداء، مرشد للأداء يعني بتساعدني بقى أنا كمدير عايز أخد قرار. طيب هل القرار ده يناسب الاستراتيجية؟ برجع للسياسات، لازم تكون السياسات أو البوليسي، يعني احنا مثلا عايزين استراتيجية، عشان الاستراتيجية دي تنجح فاحنا محتاجين موظفين على درجة عالية من الكواليتي، فأنا ممكن أحط السياسة عندي ممنوع التعيين بالواسطة، دي سياسة. طب أنا ليه حطيت السياسة دي في الشركة؟ علشان أنجح الاستراتيجية، لأن أنا علشان أنجح الاستراتيجية فأنا محتاج كواليتي عالي من الموظفين، فأنا ممنوع التعيين يا جماعة يبقى بالواسطة، دي سياسة واضحة في الشركة. طيب إيه ميزة السياسة؟ زي ما قلنا أنها بتساعد على اتخاذ القرار، أنا لما مدير أي حد يجيب لي واسطة معايا يا فندم ممنوع، عندناش تعيين بالواسطة. ليه؟ علشان احنا عايزين ناس كواليفايد، ناس مؤهلين. فالسياسات هي بتبقى مرشد او داعم لاتخاذ القرارات، والسياسة هنا لازم تكون داعمة ولازم تكون واضحة ومفهومة للجميع ومستقرة، يعني مش كل شوية افضل اغير السياسة بتاعتي. طيب الحاجة الرابعة لضمان نجاح تنفيذ الاستراتيجية، توافر المهارات. طبعا ده مهم جدا ان المديرين او الافراد اللي هيبتدي ينفذوا الاستراتيجية لازم تبقى عندهم مهارات مهمة للتنفيذ. وطبعا اكيد انتوا درستوا ان اي مدير ناجح هينفذ بقى استراتيجية، هينفذ مهام، اي مدير ناجح لازم تتوافر فيه ثلاث مهارات اساسيه. فانا عشان اضمن نجاح تنفيذ الاستراتيجيه لازم اتاكد ان المديرين المسؤولين عن التنفيذ تتوافر فيهم الثلاث مهارات دول اللي انتوا اكيد درستوهم برضو في ماده اساسيات الاداره، اللي هي تتوافر عنده مهاره فنيه، مهاره انسانيه، ومهاره فكريه. فانا لازم أتأكد لنجاح تنفيذ الاستراتيجية توافر الثلاث مهارات دول لدى المديرين. المهارة الفنية طبعاً إنه المدير عنده خبرة بمجال الشغل، فلو أنا مصنع حديد وصلب هو لازم تكون عنده خبرة بالحديد والصلب، لو مصنع غزل ونسيج لازم المدير تبقى عنده خبرة بالغزل والنسيج، ده شرط أساسي طبعاً إنه يمتلك مهارة فنية. الشرط الثاني مهارة إنسانية، لأننا بما إنه هو مدير مش موظف عادي فأكيد هيتعامل مع بشر، هيقود بشر، فلازم تبقى عنده مقدرة التعامل مع الأفراد، فدي طبعاً مهارة إنسانية. أنت لو موظف أنت مع نفسك. المهارة الثالثة بقى إنك تعرف تفكر صح، لأن أنت مدير وهتاخد قرارات، وبالتالي قدرتك على رؤية المنظمة وقدرتك على أنك تقدر تتوقع المستقبل وأنك تاخد وتفهم الأمور وتاخد قرارات سليمة. فدول ثلاث مهارات مهمين جدا لازم يتوافروا في أي مدير: مهارة فنية عنده خبرة بمجال الشغل، مهارة إنسانية عنده خبرة في التعامل مع الأفراد، مهارة فكرية عنده قدرة على رؤية المستقبل واتخاذ القرارات. يبقى ده الشرط الرابع أو العنصر الرابع المهم لضمان نجاح الاستراتيجية، اللي هو توافر المهارات لدى المدير اللي هيقوم بالتنفيذ. خامس عنصر من عناصر نجاح تنفيذ الاستراتيجية بتاعتك اللي هو طبعا توفر نظم إدارية مساندة. لازم تبقى النظم الإدارية داخل الشركة
بتدعم تطبيق الاستراتيجية. كل النظم المطلوبة، سواء نظم تصنيع مناسبة، نظم معلومات، أنا عشان أطبق الاستراتيجية فلازم يتوافر لدى الشركة. يمكن برضو تدرسوا أكيد نظم تكنولوجيا المعلومات، ودي مهمة جدا في مجال الأعمال، فبرضو لازم يتوافر لدى الشركة نظم معلومات مناسبة. أنا كمدير هحتاج أعرف معلومة، فلازم تجيلي المعلومة صحيحة وفي الوقت المناسب ودقيقة عشان أعرف أخذ قرار سليم. نظم تصنيع مناسبة، نظم تسويق مناسبة. فأهم حاجة إن أنا عندي في الشركة عشان أضمن نجاح الاستراتيجية توفر نظم إدارية مناسبة. دول خمس عناصر مهمة لضمان نجاح الاستراتيجية. وبكده يبقى احنا انتهينا من الأشياء المطلوبة منكم في الفصل الخامس. تعالوا بس نراجع آخر حاجة على العناصر المطلوبة لنجاح التنفيذ. قلنا علشان التنفيذ ينجح فلازم توافر خمس عناصر مهمة. أول عنصر نراجعهم كده، وجود توافق بين استراتيجية اللي انت حطيتها والهيكل التنظيمي. النقطة رقم 2، وجود توافق بين الثقافة التنظيمية والاستراتيجية اللي انت حطيتها. 3، ان انت تحط السياسات مناسبة تدعم تنفيذ الاستراتيجية. 4، ان في توافر المهارات اللازمة لدى المديرين من اجل تنفيذ الاستراتيجية. وقلنا طبعا المهارات اللازمة اللي هم الثلاث مهارات اللي احنا عارفينهم، التكنيكال سكيلز او المهارة الفنية، الهيومن سكيلز او المهارة الانسانية، الكونسيبتوال سكيلز او المهارة الفكرية. واخيرا توافر نظم إدارية تساند تطبيق الاستراتيجية. يبقى الفصل الخامس كان بيتكلم على ايه هي الاستراتيجيات اللي انت ممكن تختارها وازاي تنفذها صح. كلمنا ايه الاستراتيجيات اللي انا ممكن اختارها. قلنا عندي ثلاث انواع من استراتيجيات. في استراتيجيات متعلقة بالاستقرار، ان انا بحافظ على وضعي الحالي، وخدنا اربع انواع منها. في استراتيجيات متعلقة بالنمو، ان انت تتوسع، وخدنا خمس انواع منها اللي هم التكامل افقي وتكامل رأسي وتنويع ومشروعات مرتبطة واندماج واستحواذ. وطبعا الانكماش، استراتيجيات خاصة بالانكماش يمكن الفصل ما تكلمش عنها طبعا، لكن استراتيجيات خاصة بالانكماش ممكن تندرج تحت عملية تخفيض النشاط، ان انت تمشي جزء من الموظفين، تندرج تحت بيع جزئي، ان انت تبيع جزء من الأنشطة، بعض الأنشطة اللي عندك، بيع كلي بقى في الآخر ان انت تقفل الشركة خالص. دي استراتيجيات طبعا لو الشركة فشلت كل محاولات النجاح فيها. دي استراتيجيات الانكماش، وان كان الفصل ما تكلمش عنها، لكن احنا زي ما قلنا بشكل عام انا عندي ثلاث انواع من الاستراتيجيات. يا اما بحافظ على الوضع الحالي، يا اما بحاول انمو واتوسع، يا اما بحاول انكمش واقلل حجمي شويه. بعد ما خلصنا ايه هي انواع الاستراتيجيات اللي انت ممكن تتبعها، فاحنا هنا بعد كده رجعنا اتكلمنا على ازاي او متطلبات نجاح تنفيذ الاستراتيجيه. واحنا قلنا حاجه مهمه جدا، انت اخترت الاستراتيجيه المناسبه، بس الاهم انك تنفذها صح. فقلنا في خمس عناصر مهمين لازم يتوفروا علشان تنجح عمليه تنفيذ الاستراتيجيه. بكده يبقى احنا انتهينا من الفصل الخامس. طبعا انت بتلاقي في نهايه الفصل ورا كل فصل في كتاب في تعريف لبعض المصطلحات، فطبعا دي مهمه جدا. تعريفات بالاضافه طبعا لملخص للفصل. طبعا في النهايه طبعا بتلاقي بعض الاسئله للتدريب. يعني مثلا عندنا هنا تعرف استراتيجية أنها قيام
منظمتين او اكثر بالاتفاق لانجاز مشروع مشترك، وده طبعا تعريف المشروعات المشتركه. تفيد استراتيجيه في التاكد من نوعيه المواد والتحكم في استمرار تدفقها، طبعا ده التكامل الراسي للخلف، لان انا لو هعمل تكامل راسي للخلف انا اللي هورد لنفسي المواد الخام، فهضمن ان انا هتاكد من الكواليتي او نوعيه واتاكد اني في استمرار في تدفقها. طبعا الاستراتيجيه اللي بتضمن تسويق المنتج هي استراتيجيه التكامل الراسي للامام، لان انا هنا اللي هبتدي اوزع المنتجات بتاعتي بنفسي، وبالتالي هضمن عمليه التسويق هتتم بالشكل اللي انا عايزه. طبعا اللي فاهم معاني الاستراتيجيات، مهم جدا انك تفهم معاني الاستراتيجيات. ليه؟ لان انا مش شرط اجيبها لك كده، انا ممكن اجيب لك بعض الاسئله في شكل حالات، شكل حالات. يعني مثلا اذا قلت لك مثلا شركه شيبسي قامت ب شراء مزرعه بطاطس، ايه الاستراتيجيه اللي اتبعتها؟ مزرعة بطاطس يعني ايه؟ اللي هتبتدي تورد البطاطس لنفسها او مزرعة لانتاج البطاطس. ففي الحالة دي انا اللي هورد البطاطس للي، فانا هنا عملت تكامل رأس للخلف، لان انا هنا بقيت هورد لنفسي. او ان في شركة اساس قامت، او شركة موبيليا قامت بانشاء مصنع للسيارات، ده طبعا تنويع غير مرتبط، لان هنا الشركه دخلت في نشاط مختلف تماما عن النشاط اللي هي فيه. فبرضه زي ما قلنا من الاساس مهم جدا انك تفهم الحالات الاستراتيجيه، لان ممكن في الامتحان بنسبه كبيره تجي لك في حاجه توضح مدى فهمك لانواع تانية. وده مهم جدا، مدى فهمك لانواع الاستراتيجيه. بكده نبقى احنا انتهينا من الفصل الخامس. رب بالتوفيق إن شاء الله، وربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا، ودايما تبقوا بخير، وشكرا لكم.